السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الأصدقاء، تحية الإخوة والأخوات وكل من يتابع هذا التسجيل. إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. واصل إن شاء الله تعالى الحديث في ذاك الموضوع اللي كنت جبته منذ ثلاث يوم الجمعة البارح، ياك البارح ولا أول البارح، ما بقيش عقل على ذاك المقطع المنتشر اللي كينتشر في صفحات التواصل الاجتماعي لذاك الامام اللي اشترى 3000 اورو من اجل صلاه التراويح. سمحوا لنا، متعب جدا يعني ما شاء الله، ولكن الحمد لله على كل حال. يوم السبت كيكون عندي مبلوكي بزاف، فاخذت هذا الوقت اللي عندي شويه مثالي باش نجبد معكم هذا الموضوع. من الامور اللي كثير من الناس يعني لم اشير اليها في الحقيقه في ذاك المقطع، وهي متعلقة بأخذ الأجر، أخذ الأجر على هذا العمل. كثير من الناس العرب ديالنا ولا المغاربة ولا كذا، فهمت، كتجي حشومة وعيب، تقول لك علاش الإنسان يأخذ مقابل من أجل أمر شريف اللي هو القرآن. القرآن والدين، يظنون أنه ينبغي لمن تكفل بتحفيظ القرآن أو قراءة القرآن أو غير المسائل أنه تقول لك عيب. عيب علاش؟ لأن القرآن أمر عظيم. طيب، هؤلاء أنفسهم ما يقدروش يقولوا على من يمارس مهنة الدفاع عن المظلومين، المحامي مثلا. المحامي شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو الدفاع عن المظلوم، واضح؟ القاضي دوره أن ينشر العدالة ويثبت العدالة، وهذا أمر مطلوب وشريف. فبالتالي هؤلاء لماذا لا يقال لهم ينبغي أن تشتغلوا وأن تعملوا مجانا؟ لأن قضية العدالة في المجتمع هي أمر شريف ومقدس. الطبيب ما هي وظيفته؟ وظيفة الطبيب أن يعالج الناس، علاج الناس أمر نبيل، نعم أمر شريف أكيد. فلماذا لا يقال أن هؤلاء الأطباء ماشي من حقهم يأخذوا راتب، بل بالعكس يأخذون أعلى الرواتب. المحامي والقاضي والطبيب وغيرهم ويستحقون. ليش؟ لأنه درس سنوات، درس 10 سنين 15 سنة. كذلك هذا الإنسان الذي أنت طلبته أو أنتم طلبتموه كمجموعة من الناس، طلبتوه من أجل أمنكم الروحي. أنت متدين، ماشي متدين، محتاج للإمام، محتاج للمسجد. كنت متدين باغي تاخذ منه الفتاوى، باغي تتعلم منه، باغي تصلي وراء الى اخره. ما كنتيش متدين، محتاج للامام، لانه هو اللي كيجي يحضر لك السبوع، هو اللي كيحضر لك العرس، هو اللي كيغسل لك باك الى توفى، هو اللي الى اخره. محتاجه فيما جيتي غادي تحتاجه، واضح. وهذا الانسان او اغلب هؤلاء حتى هما دوزوا سنوات. لما كنقول لك سنوات، راه كاين اللي كيبدا طلب العلم من 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات. ها، خاصة نهضر على المغرب، اللي كيدرسوا في المدارس العتيقة، اللي يدرسوا في السوس، اللي يدرسوا في الجبالة، اللي يدرسوا في الأطلس، فكتلقاهم كيدوزوا سنوات ديال العذاب الأليم، فهمتي، سنوات فقط لتثبيت القرآن الكريم، سنوات باش تثبت القرآن، وسنوات باش تدرس اللغة العربية، سنوات باش تدرس العلوم الشرعية، سنوات، يعني كيدوز 15 سنة، 20 سنة، والأمر الآخر تحتاج إلى تثبيت ذلك، فأنت خاصك ديما ترجع للقرآن، خاصك ديما ترجع للمسائل الشرعية، واضح؟ لأن عندك جمهور محتاج لهذا الشيء. هذا الجمهور المحتاج هذا الشيء، تعامله مع هؤلاء الدعاة ماشي بحال التعامل ديالهم مع اولئك الناس، الاطباء والمهندسين والمحامون، ماشي بحال، ماشي نفس التعامل. انت محتاج ليه، نهار ما تحتاج له ديك الساعه تتكلم، نهار ما تحتاج له ديك الساعه كتكلم. مثال اخر، تيقول لك باش كيفهموا هاد الناس، بماذا يفيدوننا؟ كيبقى يقول لنا الخزعبلات والخشيبات الى اخره. طيب، في المجتمعات الغربيه، عندهم تخصصات تدرس في الجامعة، تخصصات متعلقة بعلم الثيولوجيا، علم الثيولوجيا اللي هو علم الأديان، سواء كانت سماوية أو كانت أديانات وضعية. هاد التخصصات، تخصصات أخرى كيدرسوا مثلا ما يعني بعض المسائل اللي هي غير عملية لكنها فقط ثقافية. كيدرسوا الديانات القديمة، كيدرسوا الحضارات القديمة، كيدرسوا بعض نقولوا كيدرسوا الأدب القديم، الأدب الإغريقي، الأدب الروماني. هذه أمور كلها ذهنية، ما عندهاش واحد تأثير على الواقع، لكن كتدرسها كواحد المرحلة تاريخية. هذاك اللي كيدرسها ولا كيدرسها، إلا كيدرسها راه كياخذ الراتب ديالو كأستاذ محاضر، كأستاذ جامعي، إلا
كيدرس كيحصل على ديبلوم واضح، وحتى واحد ما غادي يقول انه قراءه وتحليل الشعر الروماني ولا الملاحم الاغريقيه ماذا يفيد المجتمع. يلا باش غادي يفيدني ان الالهه زوس ولا الاله تور ولا الاله من عرب بوسيدن ولا شي حاجه، باش غيفيد؟ غيفيد كمعلومات في الدماغ، واضح. وحتى ما كيقول ان الكليات الانسانيه اللي ماشي يعني موادها مواد عمليه انما هي فقط امور نظريه تدرس، كذلك العلوم الشرعيه. ترى في الغرب كاين الجامعات الكاثوليكيه، الجامعات البروتستانتيه، الجامعات اللاهوتيه، الجامعات اللي كتقري الثيولوجيه، الجامعات اللي كتقري الحضارات القديمه، كذلك كاين عندنا جامعات ومعاهد شرعيه كتدرس لنا العلوم الشرعيه، بمعنى عندك واحد الباركور كدوزو، واحد الباركور كدوزو كتخرج منه وعندك واحد الوظيفه اللي حنا في المغرب مثلا ولا في الجاليه المغربيه في اوروبا الناس محتاجينه. الا انت سيدي متعقل وحداثي ما محتاج شيء، باك ولا امك راه محتاجين للفقيه، فهمتي؟ على الاقل كيرطبوا ليه الخاطر ديالو، كيرطبوا ليه كيحققوا ليه الامن الروحي، كيحققوا ليه نعمس واحد الاستقرار نفسي، واحد الاستقرار غير مجرد لما تيحتاج الشيباني، لما تيمرض الامام يجي يقرا عليه ياسين ولا يقرا عليه الصفات ولا يقرا عليه البقره، راه كيساهم في واحد النوع من الاستقرار. انا ما غاديش ندخل معاك في النقاش نقاش نقولوا ديني، فهمتي؟ ننظر لها من منطلق اخر، كننظر لها من منطلق اخر هو منطلق حاجه المجتمعات الى هذا الامر، فهمتي؟ ما عرفت ما فهمش، فهمتي؟ كتمشي عند طبيب نفسي، فهمتي؟ ماشي طبيب نفسي، كتمشي عند وسيط، كتمشي عند ميدياتور، كتمشي عند كوتش، كتمشي عند اي واحد كيحقق لك واحد الحاجه انت محتاج ليها، فهمت؟ محتاج ليها. انت حضرتي لواحد لا فورماسيون، فورماسيون نعمس فيها اربعه الاسابيع، اشين لا فورماسيون؟ الادب الفرنسي، حضاره ولا القبائل الغاليه اللي قلوا فرنسا، باش غيفيدني هذا الشيء؟ معلومات خديتها ياك، فبالتالي يعني لا ادري الاحتقار و عدم الخماج اللي كاين في عقل بعض الناس، فهمت؟ ما عرفتش، فهمتي؟ طيب المهرجانات الشعبيه ماذا تحقق للمجتمعات؟ اكيد اللي كيدير هاد المهرجانات عنده الجواب ومن حقه يقول، فهمتي؟ كتفوج على الناس، كتنشط الناس، فهمتي؟ اغاني ولا شطيح ولا رديح بغض النظر شنو كيحقق، لكن لا احد ينتقد ولا احد يحتقر ولا احد يحاسب، فهمتي؟ جبتي سيدي واحد المغني شعبي، جبتي نعمس واحد كتشطح ليك، فهمتي؟ حققتي واحد الغرض واحد الهدف، فهمتي؟ شطحات وخدات المقابل ديالها بعرقي ماشي جابيني وانما ارضى فيها واطرافها، فكذلك واحد الانسان ياك حتى هو يتعب، تعب في التحصيل، تعب في الدراسه، ويتعب يوميا. لو نحكي لكم اش نقول لكم، يعني بعض الامور التي لا ترى، امور تعاش ولا ترى، امور تعاش. كم من ازواج كانوا على وشك الفراق وعلى وشك الطلاق، فهمتي؟ ثم بعد الله تدخل الدعاة والائمه، فهمتي؟ كم الاتصالات اللي كيتوصلوا بها الائمه، اسئله بسيطه، اسئله معقده، عندي السحر، عندي العين، عندي الحسد، عندي العكوس، عندي التوكال، عندي ما نعرف شنو، فهمتي؟ يعني ما شاء الله ادوار في الحقيقه راه لا يعطى لها اعتبار ولا يعطى لها قيمه ولا يعطى لها اي احترام ولا اي تقدير، فهمتي؟ يكفي ان الذي يصلي التراويح بالناس، فهمتي؟ خاصه اللي عندهم اصوات جميله وقراءه متانيه، سيدي اعتبروا فن، اعتبروا انت نوع من الفنون، ما تعتبروش قاعدين، اعتبروا فن من الفنون. انسان كيقريك نعمس بمقامات رائعه جدا، مقام الحزن، مقام الفرح والسرور، مقام الجنه، فهمتي؟ هذه امور كلها كتحقق واحد الاستقرار في البلد في الحقيقه او في المجتمعات. لماذا لا ينظر اليها بهذا الاعتبار؟ الذي ينبغي ان يحاسب من ينشر الكراهيه. نعم نجي نتفق معك، واحد الانسان كينشر الكراهيه، كينشر التفرقه، انا نجي ميخ سي حباس عليا واخا يكون اللي بيكون، فهمتي؟ وهذا الشيء كيتقال للجميع، فهمتي؟ كنت امام ولا كنت صحفي ولا كنت اعلامي ولا كذا، خالفتي القانون اعتلمه،
اي واحد كيخالف القانون ديك الساعه غادي نتكلموا، مادام عندنا واحد القانون في البلاد، عندنا واحد عندنا امارات المؤمنين، عندنا حكومه، عندنا قانون، عندنا امور خص تحترم غنحترموها. واي واحد غدا شي مقابل من اجل واحد الوظيفه كيقوم بها ولا يخالف في ذلك القانون فمرحبا، اش كاين فيك الاشكال؟ اين هو الاشكال؟ فهمتي؟ خصنا نحاربوا اللي كيجمعوا الاموال بطرق مشبوهه، الرقات اللي كيكذبوا على عباد الله. علاش ما نهضروا على هادو؟ علاش ما ننتقدوا؟ في اخباركم شحال كيدخلوا بعض الرقات، اقول بعض الرقات شحال كيدخلوا، ها داك الشيء اللي كيدخلوا في النار ما كيدخلوا الامام اللي عاش في اوروبا، فهمتي؟ واكثرهم مشعوذين واكثرهم كذابين واكثرهم دجالين. لا اعمم، كان رقات افاضل نحسبهم على خير، لكن نسبة كبيرة جدا ما عندهم مستوى شرعي، لا مستوى دراسي، لا مستوى اخلاقي، لا مستوى يعني لا شيء. كثير منهم كتسمعوا كيقرأ القرآن اش كنقول كيخبص وصافي، فهمتي؟ نهضروا على هؤلاء، ننتقدوا هؤلاء، فهمت؟ هذا ما كان، هذه واحد الفضفضة. السلام عليكم ونشوفكم على خير. السلام عليكم.